بسم الله، ربنا اجعلنا من الذين يحبونك حبا جما يا كريم يا عظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هي كربي كلاب، أنتم أقوام سوء، وباقي من كل يمين يقوم سوء، عندهم كان نهاية واحدة كارثية، أو الجائحة تصرى في نهايتكم الكارثية. فهمتوا ما فهمتوا شيء؟ ما رجعتوش، زدتوا عماء، ويدكم بيد الأبالس بني صهيون والكنائس، يعني تعبوا آثارهم اللي قال ولا خطاهم المنحوسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لك من يدعو الإسلام مش يكون على شكل اتباع خطوات أهل الفساد، وهم المغضوب عليهم والضالون، أي يهود ونصارى أهل الخسارة والسلام.